في ليلة الرابع من يوليو، بعد ساعات قليلة ندخل في الرابع من يوليو، وهو يوم الاستقلال الأمريكي. يوم مميز جدا، يحتفل فيه الأمريكيون بحفلات الشواء ويختتمونه مساء بالألعاب النارية. لكن هذا العام وقعه مختلف بعض الشيء وسط حالة التوتر في الشارع الأمريكي. نعم، هناك حالة من عدم الرضا عن المرشحين الرئاسيين هذا العام في السباق الانتخابي، وديمقراطيون تحديدا يعيشون حالة من خيبة الأمل بل والذعر بعد أداء الرئيس بايدن المقلق في المناظرة الأخيرة. طبعاً تم إلقاء تبادل اللوم ما بين عائلة الرئيس بايدن المتشبثة باستمراره في السباق الانتخابي، والتي لامت معاونيه ومستشاريه بأنهم لم يحضروه بما فيه الكفاية للمناظرة، وبين معاونيه الذين قالوا إنهم حضروه بأكمل وجه لكن الرئيس كان مرهقاً. طبعاً نسمع للمرة الأولى مطالبات ومناشدات من داخل أوساط الديمقراطيين للرئيس بالانسحاب من السباق الرئاسي طالما أن هذا الخيار لا يزال ممكناً. نعم. ووسط تبادل اللوم هذا توجه انتقادات حادة بعض الشيء للسيدة الأولى جيل بايدن بأنها متشبثة بترشح زوجها وتدعمه ومستمرة بدعمه، إلى درجة أن البعض اتهمها أنها قد تكون تتستر على حالته الصحية الحقيقية وقدراته الجسدية والذهنية. عموما الاحتفالات رح تستمر يعني، والألعاب النارية برغم هذا التوتر.